هعمل اول حاجه عندي مكرونه طواجن، هعمل لها مكرونه مسلوقه، احط ميه سخنه على النار بتغلي، اقول بسم الله الرحمن الرحيم، احط فيها سنه زيت وسنه ملح، وانزل مكرونه كيس كيسين حسب افراد اسرتي، واسيبهم لمده 9 دقائق يتسلقوا، اقفل عليهم لمده 9 دقائق. على ما يبدا يجهز عندي، تعال نجهز الصلصه. صلصه مهمه جدا، معلقه زيت تقدح عندي، بصلايه خليها شفافه، البصله خطواتك كده كلها قدامك اهو. اول ما تبقى البصله شفافه كده قدامك يا عم حسني، اجيب لها معلقتين كبار من الثوم، مهم جدا الثوم المفروم، وادبلهم مع بعض، البصل مع الثوم تطلع ريحه الثوم عليا، والثوم يبقى ابيض والبصله بيضه، واحط لها معلقه صلصه واحورها، اشيل منها الماده الحافظه والملوحه اللي موجوده جوه الصلصه. خطواتك كده كلها قدامي. النقطه المهمه، ماده دهنيه زيت، بصل ابيض بقى شفاف عندي، وبعد كده الثوم كتير، وبعد كده اروح جايه طافيه بقى، خد بالك هو سخن كده، بمعلقه من الخل الابيض يا عم حسني، ونص معلقه سكر، خد بالك من التركه دي، واقلب لحد ما الخل يتبخر، سكر عشان يديني الطعم الحلو والحادق بتاع سويت اند ساور قدامك كده، ويتبخر عندي الخل خالص. وعندي في نفس الوقت هعمل الحشوات، وانا بعمل الاساسي بتاع طواجن المكرونه عندي، عندي مكرونه قلم مسلوقه في ميه سخنه بتغلي فيها سنه ملح وسنه زيت لمده 9 دقائق، والصلصه دي مهمه جدا، تبخر الخل، الخل طلع عليا، ويبدا عندي طعم الحلو والحادق هو اللي جوه البصل والثوم والصلصه.